لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لن ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنعتذر منكم أخواتي عن هذا الغياب، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم أخواتي في قناتي اللي هي قناتكم من جديد. غادي نتكلم لكم إن شاء الله عن موضوع يهم كل إنسان على وجه الأرض. كل من كيشاهدني الآن الكل يهمه موضوع هذا اليوم. غنتكلم لكم عن قصة النهاية، نهاية كل إنسان على وجه الأرض. كل من كيشاهدني الآن خاصة يسأل نفسه هذا السؤال، كيفاش غادي تكون نهايته في هذا الدنيا؟ واش استعد كل واحد منا لهذه اللحظات، لواحد اللحظة اللي لابد منها؟ كل نفس ذائقة الموت، عش ما شئت فإنك ميت. كيظن بعض الإنسان أنه صحيح الجسد، وكتظن أخت الفاضلة أحيانا أنها سليمة الجسد وأنها لن تموت وأنها ستعمر في هذه الحياة، ولكن ما كتدريش حتى كتجيها الموت فجأة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أحبابي، فهاد الدنيا بزهرتها وزينتها وجمالها وخضرتها في يوم من الأيام الشجرة تدبل والأوراق ستصفر، وغادي تساقط هاد الأوراق وتدروها الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير. فهاد الدنيا أخواتي غتزول في واحد نهار، خضرتها زينتها جمالها كل شيء زائل. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ فين هما الأغنياء؟ فين هما الأثرياء؟ فين هما الأقوياء؟ كلهم جاءتهم منيتهم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اجعلها ممرا ستخرج منها يوما من الأيام. كان ابن عمر رضي الله عنه دائما يقول، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الكل سيموت يوما من الأيام. أعظم الناس مات، مات محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله فيه، إنك ميت وإنهم ميتون. لما مات عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل، وما محمد قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت يقبض روحه اعترض، أراد أن يعيش أكثر من هذه المدة، فأوصى الله إلى ملك الموت أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ضع يدك على ثور لك بكل شعرة تحت يدك سنة ستعيشها. قال موسى عليه السلام، ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن إذن كل العظماء سيموتون. عمر بن الخطاب الفاروق طعن وهو يصلي وجاءته لحظة الموت. قبل أن يموت قال لابنه، يا عبد الله ضع خدي على الأرض. فأنزل عمر إلى التراب فوضع خده على التراب وهو يحتضر. فقال عمر وعيناه تدمعان، قال ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. كل نفس ذائقة الموت. أيها الملوك، أيها الأمراء، أيها الصغار، أيها الكبار، الموت لا بد منه. ما تظنش أموالك غادي تحميك، وما تظنش أن صحتك ستمنعك من ملك الموت أبدا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه هي الحقيقة لا بد نفكر فيها ونستعد لها اللي لا بد منها. أخواتي، الموت يأتي بغتة بلا مقدمات بلا منبهات، كيجي فجأة بينما الإنسان كيلعب مع أصحابه. هو في غفلة وهو في لهوه
ولعبه يتنزل عليه ملك الموت، بينما الإنسان نائما لا يستيقظ من نومه، بينما هو خارج من بيته كي يودع أسرته وبيته، كيقول لهم غنرجع وسط النهار فيخرج، لكنه ما كيرجعش. عش في هذه الدنيا طويلا وتمتع بملذاتها، فالنهاية هي الموت. أحبابي، لن يذهب معنا إلا العمل الصالح، فإن كان عمل خير وجد ما يسره، وإن كان عمل سوء وجد ما يسوءه. فإلى متى والإنسان في غفلة وهو مبتعد عن العمل الصالح؟ أحبابي، فالخوف من الله وخشيته يقربك من الله، فخافوا الله أخواتي واخشوه. كنتمنى أخواتي تدعموني بلايك واشتراك وجيم، وتبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم لتعم الفائدة. وإلى اللقاء، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.